ايوه محي بقى، دخلنا في محي. محي انت عملت معاه ريميكس باين ولا عملت لا لا، ولا عملنا ايه؟ اول حاجه كان صوره ودمعه، وبعدين قادر وتعملها ده هو للدنيا ده. الاتنين، ده هو للدنيا انا بصراحه. فاكره قادر وتعملها. قادر تندم على الايام، على عمر ضيعته على الاوهام، قادر تندم على الايام، على عمر ضيعته على الاوهام. صورة ودمعة اللي هو اتصورت فيه ليه بيفكروني عينيك ايوه يا بالطياره لهوي. واليخت. انا عايز اقول لك الاغنيه دي اتقلدت بره مش هنا، يعني كمان اتقلدت بره الاغنيه دي. كان مين اللي اخرجها؟ دي كانت اخراجي للاسف. ليه للاسف؟ استنى بس، انت عمال تهزر، وانت لما نحط الحاجه ورا بعضها يا نصر، لا احنا مش يعني، لا في مخرج دماغه وعينه لله. مهمة جدا، أنا شخصيا شايفة كده بصراحة. الحمد لله. هي على فكرة اتصورت يعني سو يا سو، وليه بيفكروني عينيك وأحب ماما اللي أنت بتحبيها. بس بقى أحب ماما ده جيل فظيع. اتصوروا التلاتة في اليونان. أيوة أنا حسيت في بحب ماما دي، إنه البيتش ده مش جمصة. مش لا مش جمصة. وأنا ما أقدرش ألبس كده، كنت في فمحي اشتغلنا يعني عملنا مع بعض ألبومين، أنا بالنسبة لي كانوا ناجحين جدا، وبالنسبة له هو كمان كان في نقلة، يعني نقلة عنده كبيرة بيهم، ليه بيفكروني وقادر وتعملها. مادام صور، أنت صورته في اليونان. اللي معك محي في المركب دي، سؤال قدري تاريخي مصيري بقاله سنين. أمورة أوي. إيه دي يونانية؟ أمورة أوي. هم قالوا كده برضو العيال. هي اموره قوي يعني، قالوا شويه مصريه ف لا هي شرقيه كده، تحسي بحر متوسط يعني، شعر اسود وبتاع، بس هي كانت بنت اموره قوي.